عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة والتي نبدأها لهذه الليلة ببعض لا أدري ما اسميها التعليمات ام تغيرات الجديدة تنويه الى بعض التغيرات التي ستمس هذا البرنامج وبعض البرامج آه الاخرى آه ابتداء من العام القادم ستكون هناك دوره برامجيه جديده في آه قناه الجزيره ستشاهدون فيها الكثير آه من الجديد والكثير من آه التغيير فيما يخص هذا البرنامج آه تحديدا ابتداء من هذه الليله ابتداء من هذه الليله ستعود آه فتره الحلقه الى ما كانت عليه قبل سنه او يزيد اي الى ساعه ونصف الساعه فقط، ساعه ونصف الساعه فقط ولهذا اعتبارا من هذه الليله سننتهي في العاشره والنصف، فالذين يرغبون بالمشاركه عليهم التحفز لعمل ذلك قبل العاشره والنصف. موعد البث الجديد ابتداء من الحلقة القادمة سيكون في التاسعة والنصف وخمسة دقائق بدل من التاسعة وخمسة دقائق هذا طبعا بتوقيت الدوحة بتوقيت جرينتش يأخذ ثلاث ساعات من ذلك بمعنى أن موعد بداية بث البرنامج ستزيد أو تتأخر نصف ساعة عن المعتاد عودا إلى موضوع الليلة إلى موضوع الليلة الموضوع هو باختصار شديد الحاج متولي الكثير منكم شاهد ومن لم يشاهد سمع عن الصدمه الثقافيه اذا جاز التعبير التي احدثها هذا البرنامج اثارت نقاشا طالما اثير وطالما تسبب في الكثير من الجدل الثقافي والاجتماعي. اجتماعي بحكم حاجات حقيقيه وملحه وثقافي على اعتبار انه كان جزء من التفاعل مع ثقافات اخرى لا ترتاح كثيرا لموضوع التعدد، بعد ان اعلنا عن موضوع هذه الحلقه وصلتنا بعض الفاكسات التي كانت تقترح علينا ان لا نسلم بالهزيمه الثقافيه وان يكون موضوع البرنامج سوء استخدام التعدد على اعتبار ان التعدد قضيه فطريه صرفه تمارسها كل المجتمعات حتى تلك التي تحرمه قانونيا على اعتبار انه جزء من واقع الحياه وان كان يجري خارج اطار القانون. اذا هناك مؤيدون لهذا الموضوع، هناك معارضون وهناك يصل بهم الامر الى ادانه موضوع التعدد. لمناقشه هذا الموضوع لا اعتقد اننا سنجد افضل من استاذنا وعلمتنا الدكتور يوسف القرضاوي، سيدي اهلا وسهلا بك مجددا وحمدا لله على السلامه بعد هذا السفر. أحسن الله إليكم وبارك فيك يا أخي ماهر جزاك الله خير سيدي لابد أنك سمعت عن الحاج متولي وربما ثار لديك الفضول حتى لتشاهد بعض الحلقات من شدة ما سمعت عنه ثار لكن الوقت للأسف لم يسمح بالمشاهدة يعني في في إشارة أولى أن هذه المسلسلات خطيرة في التأثير على حياتنا خطيرة ليس بالمعنى السلبي للكلمة كثير من المفاهيم الثقافيه زرعت بسبب الافلام والمسلسلات في اذهاننا ونحن صغار وكثير قابل للتغيير ايضا من خلالها تعليقك اولا على البرنامج وعلى اهميه المسلسلات هذه في ان تخدم دورا اجتماعيا خصوصا مثل هذه القضيه الخلافيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وامامنا واسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد فأحب ان اقول اني سمعت من بعض الاخوه الذين يشاهدون المسلسلات في شهر رمضان عن هذا المسلسل. وقلت لمن حدثني انا لا اصدق هذا. قال هذا فعلا مسلسل موجود وعائلة الحج متولي وراجل متزوج يعني ثلاثة وكذا ففي الحقيقة يعني كنت أكذب هذا لأن هذا على خلاف ما مضى عليه الإعلام ومنذ نشأته طالما شاهدت بعض الأفلام أو التمثيليات أو المسلسلات وأجد فيها في القصه المعروضه ان الحل للمشكله يكمن في ان يتزوج الرجل المراه الاخرى ولكن لا يقدم الفيلم او المسلسل هذا الحل اطلاقا هناك خصومه لتعدد الزوجات بالنسبه للفن الدرامي فن الدراما يعني يعادي هذا تماما ولذلك حينما قيل لهذا حاولت ان اشاهد بعض الافلام وبعض الحلقات من هذا المسلسل وفعلا وجدت الامر كما قالوا وسررت في الحقيقه سرورا بالغا وحييت الذين قاموا بهذا العمل ولازلت زلت احييهم احيي المؤلف الاستاذ مصطفى محرم أحيي المخرج الاستاذ النقلي او واحيي الفنان الكبير الاستاذ نور الشريف والمجموعه التي عملت معه فقد قدموا عملا عظيما في الحقيقه دل على اصالتنا يعني كنا في الافلام السابقه نقلد الغربيين، الغربيين عندهم انه التعدد ده جريمه ومنكر من المنكرات الكبيره وهذا اثر على ثقافتنا اثر على مؤلفينا واثر على مخرجينا واثر أثر على ممثلينا فاذا جئنا في وقت من الاوقات وخرجنا على هذا العرف السائد وعرضنا مثل هذه القضيه انا اعتبر هذا انتصارا وانتصارا للاصاله على التبعيه وانتصارا لثقافتنا على الثقافه المستورده فأنا أحيي في الحقيقة آه هذا المسلسل وكل من آه ساهم آه فيه وأعتبر أن هذه خطوة يجب أن تحيى وأن تشجع وأن لأن هذا هذا واقع يعني لماذا نعرض عن هذا هذا ممكن أن يحدث في مجتمعنا ليس هذا خيالا هذا ممكن لماذا نفترض أن كل من يعدد الزوجات ظالم وجائر في حق الزوجه الاخرى، هذا ليس حقيقة، لابد ان نعرض النماذج الطيبة والنماذج الرديئة. طيب اسمح لي بتاجيل هذا العرض الى ما بعد هذا الفاصل، لحظات ونعود اليكم لمواصلة هذا الحوار فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة التي سنقضي وقتا طويلا منها في التنويهات على اعتبار بعض التغيرات التي ستدخل على البرامج او على برامج الجزيرة في دورتها الجديدة، في حلتها الجديدة مع مطلع العام الميلادي الجديد. بداية نذكركم بالمشاركات للراغبين بالمشاركة معنا عبر الهاتف، بامكانهم ان يفعلوا ذلك على الرقم أربعة ثمانية 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 سبعة ثلاثة ولعلكم تشاهدونه على الشاشة الآن الراغبين بالمشاركة عبر الفاكس بإمكانهم أن يفعلوا ذلك على الرقم أربعة ثمانية ثمانية خمسة تسعة 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 أما متابعي التكنولوجيا والمهتمين بها فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك بالمساهمة معنا عبر الصفحة الرئيسية للجزيرة نت على الموقع التالي www. الجزيرة دوت نت أما التنويهات للذين التحقوا بنا مؤخرا فنخبرهم بأن هذه الحلقة ستنتهي نصف ساعة قبل الوقت المخصص لها على اعتبار أن البرامج ستعود إلى وقتها السابق أي ساعة ونصف الساعة وابتداء من الحلقة القادمة سيبدأ بث هذا البرنامج على الهواء مباشرة في التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت الدوحة وسينتهي في نفس الوقت التقليدي لذلك. سيدي الحديث كان يجري او قبل ان ندخل في هذا الموضوع ذكرت ان الافلام العربيه سابقا والمسلسلات كانت نعم. المسلسلات السابقه او نعم. قبل الحاج متولي كان هناك نزعه ثقافيه متجذره في الفن العربي لتحقير شان التعدد لكن جزء من اللوم يعود على العلماء في المقام الاول والمشايخ على اعتبار ان كل المجال الفني هذا كان موضع شبهه يعني كان في حاله تحريم للتمثيل على اعتبار انه كذب يعني لماذا لا نلقي بجزء من اللوم لينفرد أصحاب الثقافة الواردة إذا جاز التعبير بالموضوع ألم يحن الوقت للإسلاميين أن يدركوا وللعلماء أن يدركوا خطورة هذه المسائل وأنها آليات يمكن أن تضاف إلى خطبة الجمعة ومثل هذه البرامج الحوارية لتوصيل بعض المفاهيم الإسلامية هو حاول كثير من الإسلاميين أن يدخلوا إلى الفن وإلى الإعلام وإلى الجانب الدرامي ولكن الامر ليس بالسهوله التي نحسبها الامر يحتاج الى اعداد كبير لأن العمل الدرامي يحتاج الى من يكتب النص ومن يسنير النص من يحوله الى سيناريو قابل للتمثيل ومن يمثله ومن يخرجه ومن ينفذه ومن يسوقه يعني محتاج الى فرق كبيره تعمل في هذا فليس الامر بالسهل بعض اخواننا مثل م. اخونا حسن يوسف آه الذي يعني اعتزل التمثيل وهذه الاشياء وزوجته وحاول منذ مده ان يفعل شيئا ولكن الامكانات كانت تحول دونه يحتاج الى اعداد كبير حتى نستطيع ان ندخل آه هذه المعمعة ولذلك اذا اقتنع الذين يقومون بالعمل الفني يعني المنتجون والمسوقون والمخرجون واقتنعوا بمثل هذا الامر وجد المؤلف الذي يكتب القصه يعني نستطيع وبهذا ننصف آه انفسنا انا رايت يعني يعني الاثر هذا المسلسل في الناس يعني العاديين ناس. كل الناس تتحدث عنه وحينما اجيء بالاستاذ نور الشريف في قناه اوربت واجيء بالمؤلف في بعض القنوات واجيء بالممثلين وبالمخرج في بعض القنوات الاخرى وجدت التجاوب الهائل مع الناس يعني كان الاستاذ نور الشريف في اوربت واحد فقط من السعوديه هو الذي قال له هذا مسلسل فاشل وانهال عليه الاخرون مم. كلهم مم. يردون عليه وتبين ان هو من الاحصاءات ان هو اخذ الرقم واحد مم. في مسلسلات المسلسلات الرمضانيه كلها كان مم. هو اللي اخذ اكبر نسبه من المشاهدين مم. فهذا يدل على ان مثل هذه الاعمال تجد رواجا وتجد نفاقا لو ان هناك من يتبناها ويحتضنها طب يعني عودا على موضوع هذه الحلقة بعد استقلال المرأة بعد هذه التغيرات المجتمعية التي شهدتها حتى الساحة العربية فضلا عن العالم الآخر بعد أن تذوقت المرأة حريتها وأن تتمتع بحقوقها كشخصية وكيان مستقل ألم يحن الوقت لمراجعة فكرة التعدد أصلها مبدأها في الشريعة الإسلامية هل لا تزال الحاجة قائمة إلى التعدد كما نص عليه القرآن لا زالت الحاجة قائمة الى التعدد وستظل الحاجة قائمة وكل المجتمعات تعدد لا يوجد هناك مجتمع يعني لا يعدد الغربيون الذين يدينون التعدد وينكرونه ويرفضونه هم يعددون ولكن فرق بين تعددهم وتعددنا ان تعددهم تعدد لا اخلاقي ولا انساني ولا يتحمل الواحد يعني مسؤوليه في هذا التعدد هو يعاشر اكثر من امراه ولو حملت هذه المراه ليس له علاقه بتحمل مسؤوليه هذا الولد ولا ينفق على هذه المراه وليس له هي شهوه فقط وانا اذكر يعني احد الاخوه الخليجيين كان له صديق لأذكر هو فرنسي او او انجليزي يعني ساله قال له كم ما امرأة عاشرت في حياتك قال والله أنا عندي زوجتان قال له ولم تعاشر غيرهما قال له لا لا معاشر غيرهما أكثر الناس عندهم زوجة واحدة قال له أنا عشرت في حياتي أكثر من ثلاثين امرأة وعمره أربعين سنة في هذا الوقت قال له عشرت أكثر من ثلاثين امرأة كيف تصبر على معاشرة سنين طول طوال حياتك يعني هؤلاء الناس يعددون الذين ينكرون كل ما في الامر ان احنا نحرم الزنا وهم يستبيحونه هذا هو الفرق وعندنا التعدد ليس مطلقا يعني ليس مفتوحا على مصراعيه كان التعدد قبل الاسلام مفتوحا على مصراعيه في الامم المختلفه عند العرب وعند الرومان وحتى في العهد القديم في الكتاب المقدس قالوا ان داوود كان عنده 300 امراه مئة زوجة ومئتين من الجواري وإن سليمان كان عنده سبعمائة امرأة ثلاثمائة من الزوجات والأربعمائة من الجواري يعني هذا أمر كان شي... لما جاء الإسلام وضع لهذا الأمر يعني قيدا وشرطا أما القيد فإنه منع التزود بأكثر من أربع نسوة مثنى وثلاثة ورباع فلا لا زيادة على الأربعة، ومن أسلم مثل غيلان الثقفي أسلم وكان عنده عشر نسوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اختر منهن أربعًا وفارق الباقي. بعضهم أسلم وعنده ثمانية قال له أخ... اختر أربعًا وهكذا. <متطلق> فأصبح الحد الأ... الأعلى هو أن... أن.. أن الأربع نساء. ووضع أيضًا لذلك إيه؟ ش... آ... شرطًا، الشرط هو ان يثق من نفسه بالعدل. يعني يثق يكون واثق بالعدل حتى قال القرآن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طبعا هناك شرط آخر لأي زواج وهو أن يكون عنده القدرة على النفقة والقدرة على الإحصان. يعني اذا واحد يتزوج حتى ولو الزوجة الأولى لازم يكون عنده قدرة على النفقة عليها فما بالك بالزوجة الثانية ويكون قدرة عنده قدرة البدنية والجنسية فهذان الشرطان القدرة والعدل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ومن ناحية الحاجة إلى هذا الأمر الحاجة موجودة الحاجة قد يتزوج الإنسان امرأة فيجد أنها لا تنجب فطيب يعني ويصبر عليها سنه واثنين وثلاثه وعشره ثم يشتاق الى الاولاد فيعني وانا اعرف كان يعني واحد يعني قريبنا يكون يعني ابن عمة والدتي وكان رجلا ثريا وتزوج امراته كان يحبها وتحبه وظل معها خمسا وعشرين سنه لا تنجب، وبعدين هي المرأة لصلاحها قالت له لابد أن تتزوج، قال لها لا أنا لا قالت له لا لازم تتزوج وخطبت هي المرأة الزوجة الأخرى ودخل بها وأنجب منها بنين وبنات فكان الناس في الزمن الماضي يتقبلون هذا الأمر، أنا أذكر أنا في صباي في حارتنا في قرية من قرى مصر كان في الحارة فيها خمسة متزوجون كل واحد متزوج اثنين وبعضهم يعني دارنا الملاصق يعني اللي بجوار درنا تماما كان عنده اثنتان وكانتا كانهما اختان او صديقتان حميمتان ليس بينهما اي هذا الان المسلسلات هي اللي بتحدث هذا ال هذه الكراهيه وهذا النفار وهذا ما كان الناس في الزمن الماضي مثل هذا. لا ادعي إن كل الأزواج يعدلون، لا، فيه أزواج لا في ازواج لا يعدلون ولا أدعي إن كل النساء يعني ليس عندها الغيرة والحقد على ضرتها، لا، فيه كثير من النساء، ويتسبب عن هذا للأسف الشجار والنقار، ويتسبب عن هذا التحاسد بين الأخوة، يعني من الأب بعضهم مع بعض، وهذه لا شك إنها من مشكلات وهناك من يتزوج بلا حاجه للزواج ولا قدره عليه حتى ما عندوش قدره ولا ثقه بالعدل هذا ما يحدث انما الحاجه موجوده وكثيرا ما تكون حاجه المراه نفسها يعني صحيح المراه الاولى ستتضرر ولكن طب لماذا ننظر الى المراه الاولى ولا ننظر الى المراه الثانيه الذين يقولون اننا نريد ان يعني نكرم المراه ونحافظ على حقوق المراه لماذا تحافظ على حقوق المراه الاولى ولا تحافظ على حقوق المرأة الثانية لماذا قبلت المرأة الثانية أن تتزوج لابد أن هذا الزواج يحقق لها حاجة ويشبع لها رغبة خصوصا أن كثير من النساء يكون فائضا عن حاجة الرجال أكثر أو عن عدد الرجال وفي بعض البلاد النساء في الغالب أكثر من الرجال خصوصا بعد الحروب وحتى يعني لو لم يعني قالوا ان في امريكا حوالي 8 8 ملايين امراه اكثر من عدد الرجال، وهناك حقيقه معروفه انه العدد الصالحات للزواج من النساء دائما اكثر من عدد القادرين على الزواج من الرجال، حتى لو كان يعني 50% و 50% العدد متساوي، انما ليس كل الرجال قادرين على الزواج بينما كل النساء صالحات للزواج في سن معين فالعدد الزائد ده ماذا نفعل به امامنا حل من ثلاثه اما ان تقضي المراه طول عمرها محرومه من الحياه الزوجيه ومن عاطفه الامومه لا خلاص ارضي بالواقع فيه دي واما ان نطلق لها العنان تفعل ما تشاء على طريقه الغربيين تسول الجنس وهذه الاشياء وقد تحمل من سفاح وتاتي للمجتمع باولاد غير شرعيين وهذا او ده ترضى بنصف زوج افضل من دي. ان تبقى بلا حياه زوجيه نصفية. طول عمرها. نعود بعد قليل لمناقشه هذا اذا موجز من الانباء ونعود بعده لمواصله هذا الحوار فابقوا معنا Hau مرحبا بكم مجددا ننوه بدايه الى اننا سننتهي في العاشرة والنصف لهذه الليلة على اعتبار ان وقت البرنامج ابتداء من السنة الجديدة سيعود الى ساعه ونصف الساعه فقط ابتداء من الاحد القادم سيبدا البث في التاسعه والنصف وخمسه دقائق اي بتاخير نصف ساعه كامله عن موعده التقليدي الراغبين بالمشاركه معنا في هذه الحلقه يمكنهم ان يتصلوا بنا على ارقام الهواتف التي يرونها بالهاتف على الرقم ثلاثة الراغبين بالمشاركه عبر الفاكس بامكانهم ان يفعلوا ذلك على الرقم 4885999 اصحاب الانترنت بامكانهم ان يفعلوا ذلك على موقع الجزيره نت الرئيسي على الصفحه الرئيسيه على الموقع www.aljazeera.net سيدي يعني كثرة الفاكسات تضطر بعض الأحيان أن نهمل بعض ما أردنا نقاشه في, في 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 الأساس ولكن يعني لن أخضع لضغط الفاكسات، عندي سؤال يحيرني كثيرا وقد وصل بعض الفاكسات لها علاقة به. تريد حديث عن نخبة، هناك نخبة عربية على مدار القرن العشرين وجزء منها متنفذ لانه جزء من صناعه القرار في العالم العربي انبهرت بثقافه ما كما تفضلت تحرم التعدد وتبيح الزنا ثم يستقبحون علينا تحريم الزنا واباحه التعدد. هذه النخبه التي تنفر اما عبر المسلسلات عبر القوانين في بعض الاقطار كيف يكون موقف المسلم من هذه النخبه التي تدعو جهارا نهارا الى مخالفه الشريعه اذا فهمنا ان التعدد مساله شرعيه صرفه وما الذي تريد ان تصل اليه هذه النخبه باحتقارها لموضوع التعدد بسم الله الرحمن الرحيم لا شك ان هذه النخبه اسيره الثقافه الغربيه كما اسميهم في بعض ما كتبت عبيد الفكر الغربي حتى بعض الناس قال لي يعني سميهم تلاميذ الفكر الغربي تقول والله التلميذ يناقش استاذه وقد يخالفه ويعترض عليه ولكن هؤلاء ياخذون قضايا الفكر الغربي مسلمه لا تقبل النقاش ولا الجدل بحال من الاحوال ولذلك يعني بشده قضيه تعدد الزوجات ويعني في بعض المجتمعات استطاعوا ان يصدروا تشريعات بمنع التعدد يعني اباحوا الزنا وحرام التعدد، هذا موجود في بعض البلاد الاسلاميه، بعضها عربيه وبعضها غير عربي. ويسمى و... هذا حضاره. نعم؟ ويسمى هذا, ويسمى هذا تحضرا. ويسمى هذا تحضرا واذكر يعني قصه سمعتها من شيخنا الامام الاكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله يعني حكى له بعض الناس في بعض البلاد التي تحرم تعدد الزوجات انه رجل وجد امراه ارمله و يعني احتاج ان يتزوجها فيقضي حاجته هي تقضي حاجتها تحتاج الى معونه ومحتاج الى امراه اخرى كثير من الرجال مثلا امراه قليله الرغبه في ال في الرجال وهو قوي الغريزه ثائر الشهوه ماذا يفعل او امراه تطول عندها فتره الحيض بعض النساء تبقى عشرة ايام او اكثر يعني الرجل م. ففكر ان يتزوج هذه المرأة أو اتفق على الزواج وتزوج زواجا عرفيا يعني زواج بشهود وبرضا أهلها وبكل شيء وأعطاها مهرا وكان يتردد عليها يعني ما بين الحين والحين في السر بعض الناس يظهر رآه فكتب يعني شكوى ان الراجل ده متزوج فلانه الفلانيه فالشرطه المباحث راقبته وحتى وعرفت انه فعلا يتردد بانتظام على هذه المراه ففي مره من المرات دخلوا وقبضوا عليه عند هذه المراه واخذوه الى قسم الشرطه ليحققوا معه وعند التحقيق كان الرجل ذكيا قالوا له الا تعلم ان القانون يمنع تعدد الزوجات؟ قال بلى اعلم من القانون من عدد الزوجات وان هناك عقوبه على من قال اعلم ذلك قال فلماذا تزوجت هذه المراه؟ قال لهم ومن قال لكم انها زوجتي؟ انها عشيقتي قالوا فدهشوا قالوا عشيقتك اسفون جدا اسانا بك الظن حسبنا انها زوجة ولم نكن نعلم أنها عشيق فأفرج عن الرجل أطلق سراحه بهذه الحيلة فتصور يعني الإنسان حينما كان الزوجة يعني يجب أن يعاقب ولما علم إنها رفيقة أو عشيقة أو خدم من الأخدان لم يعد هذا فهذا ما يريده هؤلاء القوم إنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله نحن يعني يجب أن نقر أن كثيرا من المسلمين استخدموا هذه الرخصة استخداما سيئا، مثل استخدام الطلاق، يعني ربنا أباح الطلاق، ومع هذا كثير من المسلمين يستخدمون الطلاق استخداما سيئا، وكثير من الأشياء المبدأ يكون صحيحا والتطبيق لا يكون صحيحا، زي مثلا افرض الانتخابات، في ناس بتزور الانتخابات، نلغي الانتخابات ولا نحاول نصلح من الانتخابات؟ كذلك هنا بدل ما نقول نلغي تعدد الزوجات او نحمل على المتزوجين من امراه اخرى، لا نحاول ان نوعي الناس بحيث يكون هذا الزواج زواجا يعني لحاجه ويكون بالعدل وبالقسطاس المستقيم، هذا هو الذي ينبغي على الامه. يعني هذا ما تتفق معك فيه الأخت أم رضوان تقول أن سوء تطبيق شرع الله في بلاد الإسلام وقلة الرجال الذين يتقون الله في النساء والذين لا يحترمون ولا يعدلون بينهن والذين لا يقيمون حدود الله لا في نسائهم ولا في أولادهم هذا هو ما يسيء إلى الإسلام لا في الغرب فقط بل في كل أنحاء العالم وهذا ما يجعل العديد من النساء يتخوفن من الزواج فلا نلوم الغرب ولكن لنلوم أنفسنا على سوء تطبيق ديننا الحنيف وعلى تشويهي. هذا آه. كلام صحيح بس انا اضيف اليها ايضا مش بس قله الرجال الذين يتقون الله وقله النساء اللاتي يتقين الله ايضا لا لان المراه بتحاول ان تكيد لي لضرتها وتثير تحرض زوجها عليها على ان يهدر حقوقها وتحاول ان تاخذ كل شيء لها ولاولادها على حين تحرم الاخرات فينبغي اننا نكون عادلين الرجال والنساء مسؤولون عن هذه القضيه معا نعم. لكن سنؤجل الحديث الى مسؤوليه كل من الطرفين الى ما بعد هذا الفاصل القصير مرحبا بكم مجددا في هذا البرنامج الذي سينتهي هذه الليله في العاشره والنصف او قبلها بقليل على اعتبار التغير الذي سيقع لبرامج الجزيره في الدوره البرامجيه الجديده الراغبين بالمشاركه معنا يمكنهم ان يتصلوا بنا على الارقام على الهاتف على الرقم 488888 سبعة ثلاثة وهو ما تجدونه على الشاشة الآن الراغبين بالمشاركة عبر الفاكس بإمكانهم أن يفعلوا ذلك على الرقم أربعة ثمانية ثمانية خمسة تسعة 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 أما الراغبين بالمشاركة عبر الإنترنت فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك على الموقع الرئيسي للجزيرة نت على العنوان التالي www.aljazeera.net يعني بعض الأخوات إما يتفقنا معك أو أنك علمت بعض ما في الورق الأخت أم عبد الله أظن من الإمارات تسأل أنا مقتنع 100% بأن التعدد مباح وأنه وأن فيه مصلحة للعباد ما دام من عند الله عز وجل لكن لكنني لنفسي لا استطيع ان اتقبله بل احيانا اشمئز منه عندما افكر فيه ولا اتقبله الا كما اتقبل البلاء الواقع علي فهل علي ذنب ان فكرت بهذه الطريقه الاشمئزاز من التعدد آه ثانيا اقول هل الامه بحاجه للتعدد اكثر من حاجتها للجهاد وحال الامه كما ترون انا اقول هذا عن الرجال الذين ليس عندهم سبب واضح للتعدد فأنا أرى بأن معظم الرجال يفكرون بالتعدد أكثر مما يفكرون بالجهاد فقط لأن التعدد يوافق شهوات نفوسهم أما الجهاد ففيه تعب ومشقة ثالثا وهذا له علاقة بتعليقك الأخير قبل الفاصل هل يجوز إذا اعتبرت بأن زواج زوجي من ثانية بلاء وقع علي هل يجوز أن أدعو الله أن يرفع عني هذا البلاء لأنني أخشى على نفسي الوقوع بالمعاصي إن أنا لم أصبر وأحتسب فهل هل ثمة ذنب واثم ان فكرت المرأة بالاشمئزاز من التعدد؟ لا هو طبيعي يعني اي واحدة تحب ان تكون هي المتربعة وحدها على م. عرش الزوجية وان يكون زوجها لها وحدها، اي واحدة هذا امر طبيعي م. ولكن المفروض ان المسلمة تتقبل شرع الله وتطالب زوجها بالعدل اذا اذا تزوج انما المشكل ان كثير من النساء يعني قيل لاحدى النساء يعني زوجك تزوج مش, مش هذا افضل من ان يزني قالت لهم لا انا افضل انه يزني ولا ولا يتزوج يعني فهذا لا يجوز من مسلمه ان تقبل الزنا من زوجها ولا تقبل ان ان يتزوج وبعضهم في في مثل آه سائد يقول تقول لك جنزته ولا جوزته يعني لان ربنا ياخده احسن ما ما تاخدوا واحده تاني دي ولا أجواز فان المطلوب من المسلمه ان تتقبل كثير من النساء الذي لا اتصلنا في في التعليق على هذا المسلسل في القنوات الفضائيه قالت احنا اذا كان في واحد مثل الحاج متولي ده وبيعدل العدل دي احنا قابلين قابلات لهذا الامر فلا لكن العدل طبعا نادر و خصوصا يعني العدل في العواطف وهذه الاشياء انما العدل المطلوب هو العدل الظاهر العدل في المأكل والمشرب والكسوة والنفقة والمبيت آه هذا هو العدل المطلوب بين الرجل وبين زوجتيه او اكثر من زوجتين ايضا يعني هما المشكلة ان المسلسل يعني بالغ في انه مش جعل الحج متولي يعني زوج سنتين ولكن جعل زوج اربعة يعني اربع نساء فوصل يعني الى اخر ال... العدد المطلوب. <applause> لا انا عايزك تعلق على هذا الفاكس، انا عندي بعض الاخوه على الهاتف بس اسمح لي اقرا هذا الفاكس، الفاكس طويل ولكن يعني كما ستجد يعني مؤثر وهذا له علاقه بجانب اخر لا يتم التطرق اليه وهو من تكون الثانيه. الاخت اخت مطلقه من الدوحه تقول استلقت من وقتي قليلا واخذت ابحث في اوراقي ودفاتري فعلي اجد فيها خواطري القديمه او صوره عتيقه فوقعت عيني على صوره ملونه جميله فيها طفله بريئه لها وجه قمري وعينان سوداوان وثغر ارتسمت عليه ابتسامه مشرقه، تقاسيم جميله وصوره اجمل وشعر اسود غار منه النسيم فاخذ يلاعبه برقه كالزهر في البستان، بعد ذلك تقول فمن كان يدري ان هذه الطفله البريئه بهذه المواصفات الناعمه الرقيقه هذا التفوق العلمي الذي ان يقدر الله له أن تتزوج ثم أن أن يقدر لها أن تتزوج ثم تطلق وترزق بطفلة صغيرة بريئة كبراءة أمها الجميلة وتعيش صاحبة الصورة في واقع اجتماعي صعب وتحيا معادلة اجتماعية ناقصة غير موزونة تتحمل عبء التربية ومشاق التنشئة الاجتماعية تتمثل دور الأب وتؤدي دور الأم ببراعة منقطعة النظير ليس هذا فحسب بل تصبح مسؤولة عن والديها المسنين اللذين يتطلب كل منهما رعايه صحيه حسب وضعه الصحي الذي آل اليه، ولكن الى متى ستعيش صاحبه هذه الصوره واقع اجتماعي ناقص، وكم ستدفع من صحتها ومن شبابها ومن طاقتها لتحاول ان تزن هذه المعادله الاجتماعيه المتارجح، انها صورتي وهناك نسخ كثيره منها في مجتمعات اسلاميه متباينه مطلقه ولديها طفل او اطفال بلا بلا عائل بلا زوج بلا اب تبرأ الاخوه وابتعد الاحباب وعجز الأجداد وكبر الأبناء وأصبحت وحيدة وأصبحت وحيدة قابعة في منزلي وحيدة في غرفتي لا أنيس سوى كتابة صفح أوراقه وتنتظر كما تقول في في نهايه الرساله كما وعدنا ربي ولكم فيها ازواج مطهره وهم في ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون وقبل ان اغلق دفاتر القديمه قلبت صورتي لاجد منقوشا عليها تاريخ ميلادي الذي اوشك ان يقارب الخامسه والاربعين من عمري، يعني هذه ظاهره ان الزوجه الثانيه في الاغلب ليست مطلقة وليست أرملة رغم أنه المنطق الاجتماعي يفترض أن, أن تكون الأولوية لهن بس اسمح لي قبل أن أعطيك فرصة الإجابة أن نستمع إلى بعض الإخوة معي الأخ أسعد يوسف من أمريكا أخ أسعد تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام أهلا بك بس الصوت شوية وإذا تتجون عندك شغال الله يخليك خفف الصوت شوية السلام عليكم أولا و الاستاذ ماهر والشيخ يوسف القرضاوي انا اولا سامع خالص يا شيخ على اي حال انا يعني مبدئيا انا ضد هذه الفكره التعدديه لكن تعقيبي على الشيخ القرضاوي انه قال انه بعض الرجال لهم من الطاقه الجنسيه ما يستحقون او من لهم الحق ان يتزوج اكثر من امراه بسبب بعض الارتباطات الجنسيه كيف بالنسبه للمراه اليس لها الحق ان تكون لها نشاطات جنسيه ايضا ويكون لها الحق ان تتزوج اكثر من رجل نعم. شكراً جزيلا وبارك الله فيك مشكوره سيدي, سيدي معي الم... مع الاخت ام ام عبد العزيز من السعوديه الو تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله في الحقيقة شكل سؤالي سأل الأخ اللي قبلي الأخ أسعد أو سعد أنا كان لي تعليق لفضيلة الدكتور الشيخ القرضاوي بخصوص القصة اللي ذكرها عن الرجل اللي ما تجاوز الأربعين سنة وكان وعندما سئل عن العلاقات التي كانت لديه أجاب بأنه عنده أكثر من ثلاثين علاقة طيب يعني هو طبعا مو مسلم يعني وما عنده شيء يعني يحده عن عن الحرام والزنا طب لو سئلت زوجته ايضا قد تكون هي ايضا لها علاقات غير شرعيه فالمساله ما اعتقد يعني انها بس مساله يعني رغبه او قوه جنسيه فقط انما اعتقد انه المساله اكثر من كذا فما ادري ايش تعليقك يا دكتور قرضاوي عن هذا الشيء وشكرا لكم طيب معايا حسن البنا من السعوديه ايوه معك يا السلام عليكم عليكم السلام. السلام. كيف الحال اخ ماهر وكل عام وانت بخير فضيله الشيخ يوسف أهلا, اهلا الله يا اخي الله يبارك فيك وطبعا لا تحتاج الى ان تعلم ان انا من المحبين جدا ليك اهلا, أهلا تفضل بالسؤال الله يبارك فيك والله كنت عايز سؤالي بس باختصار شديد ان هل يليق او هل هذا هو الوقت الذي يجب ان نتكلم فيه على مسلسلات تلفزيونيه والحج بن والامه الاسلاميه تصبح من اقصاها الى اقصاها باكثر من موقع اسلامي خاصه ان الشيخ يوسف هو الذي علمنا او تبنى فقه الاولويات كل عام وانتم بخير يا اخي يا <applause> بخير حسن يعني اسمح لي قبل ان يجيب الشيخ انا انا احتج على على سؤالك لانه في اخر المطاف يا سيدي لا يمكن ان نعلق امه من مليار ونصف المليار لا يمكن ان تنحصر في في قضيه واحده لابد ان نعيش لابد ان ننجب حتى نفرز مجاهدين على اعتبار ان الجهاد لو افترضنا جدلا ان الجهاد هو القضيه والاولويه الكبرى كما ذكرت الاخ الاخت قبل قليل في في, في نهايه المطاف لابد من مجاهدين جدد حتى لو أردنا أن نتبنى غير هذا المنطق وإن كان أنا أعتقد أنه منطق مرفوض لأن حاجات هذه هي الأمة وهذا منهج الشيخ قبل أن يتحدث عن الأولويات هو منهج الوسطية بمعنى أن ندرك أن للحياة جوانب لا يقل بعضها أهمية عن البعض الآخر وكلما وازنا بينهما كلما كان أفعل أما أن تبذل الأمة كل جهدها في التركيز على هذه القضية أو تلك فأنا أعتقد أنه لن يؤدي وليس معقول أن نكرر أنفسنا باستمرار يعني لابد ان نخرج عن هذا الامر ونحن يعني الهم الذي يحمله الاخ لا زال في صدورنا وسنظل نحمله ولكن لابد ان نتعرض الى قضايا الامه المختلفه. نعم. آه الاخ اسعد والاخت ام عبد العزيز آه اشاروا الى جانب واسمح لي انا ويسمحوا لي هم ان اردفوا بجانب اخر. فضيلتكم تحدثت عن طاقه جنسيه زائده عند الرجل. الاخت والاخ يتحدثان عن ماذا لو وجدت طاقه جنسيه زائده عند المراه هذا من جانب من جانب اخر ذكرتم ايضا في, في معرض الحديث الاول انه احد المبررات رغبه الزوج بالانجاب والزوجه لا تنجب هذا المنطق ينطبق على المراه ايضا يعني قد تنجب هي ولا ينجب هو فماذا تفعل هي في في هذه الحاله؟ اولا انا احب ان اقول انه اثبتت الاحصاءات والبحوث العلمية أن الرجل أشد شهوة وأقوى غريزة من المرأة هذا هذه حقيقة يعني يعني الناس يمكن بعض الناس يقول لك ده المرأة أكثر شهوة ما. لا هذا ليس ليس حقيقة لأنه الرجل يثيره الخيال المرأة واقعية والرجل تثيره أي امرأة والمرأة لا يثيرها أي رجل وحتى في إناس الحيوانات نجد الأنثى الحيوانات أقل يعني احتياجا إلى الجانب الجنسي من الذكور حتى إنه مثلا البقرة أو الجاموسة أو النعجة أو هذه الأشياء يعني لا تشتهي الفحل أو الكبش أو الثور إلا عندما تريد أن تحمل وبعد ذلك تنتهي شهوتها بينما الفحل مستعد أو الكبش فهذه يعني الفطرة فلا لا يوجد يعني المرأة عندها مثل مثل هذا وبعدين الرجل هو ما, عندوش فترة حيض زي المرأة المرأة ممكن تحيض ومحرم أن أن يتصل بها الرجل في أثناء الحيض كما قال القرآن قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فالمرأة يعني بعض النساء تبقى عندها الفترة عشرة أيام الرجل ليس عنده يعني مثل هذا هناك طبعا بعض الناس يعني في سؤال يعني أكثر من هذا بعضهم يقول لماذا لا نسمح للمرأة بتعدد الأزواج كما سمحنا للنساء بتعدد الزوجات يعني وهذا قاله العلمانيون وقاله اللادينيون أن اسمحوا للمرأة كما سمحتم للرجل ولكن إذا كان الرجل نقول له لابد ان تعدل بين النساء وان خفت ان لا تعدل فواحده كيف تعدل المراه بين الازواج؟ كيف تعدل يعني تقسم بينهم ازاي؟ ولو واحد مثلا عايز هو يعني هم عايزين ينجبوا الاربعه مين اللي ينجب الاول؟ يعني 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 عمليه صعبه جدا، اولا كان زمان غير ممكن هذا لان زمان لان المراه تحمل طب هنعرف حملت من زيد ولا من عمرو ولا من بكر ما, نعرفش الان بيقول لك لا ممكن نعرف بواسطه المخابير والاشياء دي يعني حتى لو فرض ان ان, إن عالمنا كيف تستطيع تقول انت لا انت الاول والثاني بعد سنتين والثاني بعد بعد ثمان سنين يعني هل هذا يعني يكون عدلا؟ للمرأة لا تستطيع ان تعدل بين الازواج ولكن الرجل يستطيع ان يعدل بين النساء إذا كان عنده الإيمان والضمير والخلق القوي طب الأخ الأخ طالب أظنه من من لا أدري من من أي البلاد لم يقل إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله سبحانه وتعالى قام بخلق ذكر واحد وأنثى واحدة لا غيرها في الوقت الذي كان العالم فارغا من البشر وأن الله كان بإمكانه خلق إناث أخر لآدم للإسراع في عملية التكاثر حيث أنه بحاجة لبشر يعني بحاجة كلمة غير في, في غير لبشر يعبدونه إلا أنه لم يفعل ذلك وهذه هي أكبر إشارة صريحة لنا أن للرجل امرأة واحدة فقط ولا غيرها وإن كان لله إرادة في نقض هذا المبدأ فلماذا لم يبلغ موسى والمسيح من بعده بذلك علما من أن الله سبحانه وتعالى واحد وتعاليمه لعباده واحدة في جميع الأزمان لا اولا الاخ يعني مخطئ في نظرته هذه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق ادم و و وحواء وجعل منه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وللحاده البشريه اجاز لاولاد ادم ان يتزوج الاخ اخته يعني فهذه كانت ضروره لتكثير النوع البشري سيدنا إبراهيم كان عنده زوجة سارة وهاجر وسيدنا يعقوب كان عنده امرأتان يعني معروف هذا وكما ذكرت أنه في العهد القديم أن داود عنده ثلاثمائة امرأة وسليمان عنده سبعمائة امرأة فالأخ يقول بيقول لماذا لم يحل الله لا هذا موجود في الكتاب المقدس وفي العهد القديم وكل الأمم كان عندها التعدد من غير من غير الشك وكان المسيحيون يعددون في الزمن الاول ولكن في الزمن الاخير تشددوا في مساله التعدد ولم يرد هناك منع صريح في الكتاب المقدس من التعدد <متحدث> طيب نسمع من الاخ اسامه دندشي من سوريا اخ اسامه تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مرحبا استاذ محمد السلام عليكم فضيله الشيخ مرحبا س... يا اخي السلام الله الحلقه السابقه كنت طرحت سؤال الشيخ ما جاوبني عليه لكن هلا راح اتمم وهو انه المقصود بالاسلام من ناحيه الغرب هو كقدره فاعله او كمؤثر تاريخي او كفاعل تاريخي لتكتل حضاري وعسكري او وهو موضوع العداء الغربي للامه العربيه والاسلاميه. هلا بدي اسال انه حان وقت تغيير الخطاب الاسلامي من يعني من توجيهه للعالم الاسلامي وتوجيهه الى العالم الغربي. يعني انا قد افهم الجهاد انه هو بالخطاب الاسلامي الرسمي انه مطالبه المسلمين بمقاتله الكفار العام الغربي لا يفهم هذه المقوله يفهم انه العالم الجهاد هو دعوه للاستنفار لزود عن احتياط المسلمين مثل ما دعا بوش مثلا اخ اخو سما اسمح لي بس احنا ما لا لا بدي ادخل في بل... صلب الموضوع بس ايوه ايوه فالمراه آ... الغربية آه تح يعني تحررت من كونها موضوعا للرغبة يعني أنا اللي بريد أنه نتوجه بالخطاب كما يفهم الغرب وليس كما نريده نحن لأنفسنا تحررت من كونها موضوعا للرغبة فزينتها فكشف عن عوراته ف... يعني بالحق هذا ليس تحرر بينما الإسلام بالنسبة للمرأة آه ضبط هذه الشهوانيه بالعقل ف لم يت يعني لا يعني لم يت يعني أه أه فانا اتمنى انه توجيه الخطاب الاسلامي مو للمسلمين لانه ليس هناك خطر على المسلمين من الاسلام، الخطر ياتي من الاخرين. اخ اسامه مشكور ونقطه يعني جديره بالانتباه معي الاخ شعبان دهشان من فلسطين اخ شعبان تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام آه عن آه آه نحن كنا نعتبر الشيخ القرضاوي قدوه لنا وللمسلمين في جميع انحاء العالم ولا نزال ولكن نحو ما قيل عن مسلسل الحاج متولي فان فان ولو انه يمثل عادة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه ت... مت... استنكروا بشدة قضية تعدد الزوجات ويعني في بعض المجتمعات استطاعوا أن يصدروا تشريعات بمنع التعدد يعني أباحوا الزنا وحرموا التعدد هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية بعضها عربية وبعضها غير عربي ويسمى و... هذا حضاره نعم ويسمى هذا تحضرا ويسمى هذا تحضرا واذكر يعني قصه سمعتها من شيخنا الامام الاكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله يعني حكى له بعض الناس في بعض البلاد التي تحرم تعدد الزوجات انه رجل وجد امرأة أرملة ويعني احتاج ان يتزوجها م. فيقضي حاجته وهي تقضي حاجتها تحتاج إلى معونة ومحتاج إلى امرأة أخرى كثير من الرجال مثلا امرأة قليلة الرغبة في الرجال وهو قوي الغريزة ثائر الشهوة ماذا يفعل أو امرأة تطول عندها فترة الحيض بعض النساء تبقى عشرة أيام أو أكثر يعني الرجل ففكر أن يتزوج هذه المرأة أو اتفق على الزواج وتزوج زواجا عرفيا يعني زواج بشهود وبرضا اهلها وبكل شيء واعطاها مهرا وكان يتردد عليها يعني ما بين الحين والحين في السر بعض الناس يظهر راه فكتب يعني شكوى ان الراجل ده متزوج فلانه الفلانيه فالشرطه المباحث راقبته وحتى وعرفت انه فعلا يتردد بانتظام على هذه المراه ففي مره من المرات دخلوا وقبضوا عليه عند هذه المرأة، وأخذوه إلى قسم الشرطة ليحققوا معه، و فعند التحقيق كان الرجل ذكياً قالوا له: ألا تعلم أن القانون يمنع تعدد الزوجات؟ قال بلى، أعلم أن القانون يمنع تعدد الزوجات، وأن هناك عقوبة على، ما قال أعلم ذلك، قال: فلماذا تزوجت هذه المرأة؟ قال لهم: ومن قال لكم أنها زوجتي؟ إنها عشيقتي. قالوا: فدهشوا قالوا عشيقتك آسفون جدا أسأنا بك الظن حسبنا أنها زوجة ولم نكن نعلم أنها عشيقة وأفرج عن الرجل أطلق سراحه بهذه الحيلة فتصور يعني الإنسان حينما كان الزوجة يعني يجب أن يعاقب ولما علم إنها رفيقة أو عشيقة أو خدم من الأخدان آه لم يعد هذا هذا ما يريده هؤلاء الـ 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 القوم انهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما ما حرم الله، نحن يعني يجب ان نقر ان كثيرا من المسلمين استخدموا هذه الرخصه استخداما سيئا، مثل استخدام الطلاق يعني ربنا اباح الطلاق ومع هذا كثير من المسلمين يستخدمون الطلاق استخداما سيئا وكثير من الاشياء المبدا يكون صحيحا والتطبيق لا يكون صحيحا، زي مثلا افرض الانتخابات، في ناس بتزور الانتخابات، نلغي الانتخابات ولا نحاول نصلح من الانتخابات؟ كذلك هنا بدل ما نقول نلغي تعدد الزوجات او نحمل على المتزوجين من امراه اخرى، لا نحاول ان نوعي الناس بحيث يكون هذا الزواج زواجا يعني لحاجه ويكون بالعدل وبالقسطاس المستقيم هذا هو الذي ينبغي على الامه يعني هذا ما تتفق معك فيه الاخت ام رضوان تقول ان سوء تطبيق شرع الله في بلاد الاسلام وقله الرجال الذين يتقون الله في النساء والذين لا يحترمون ولا يعدلون بينهن والذين لا يقيمون حدود الله لا في نسائهم ولا في اولادهم، هذا هو ما يسيء الى الاسلام لا في الغرب فقط بل في كل انحاء العالم، وهذا ما يجعل العديد من النساء يتخوفن من الزواج، فلا نلوم الغرب ولكن لنلوم انفسنا على سوء تطبيق ديننا الحنيف وعلى تشويهي. هذا كلام صحيح بس انا اضيف اليها ايضا مش بس قله الرجال الذين يتقون الله وقله النساء اللاتي يتقين الله ايضا لا يتقين. لان المراه بتحاول ان تكيد لي لضرتها وتثير تحرض زوجها عليها على ان يهدر حقوقها وتحاول ان تاخذ كل شيء لها ولاولادها على حين تحرم الاخرات فينبغي ان نكون عادلين الرجال والنساء مسؤولون عن هذه القضيه معا نعم. لكن سنؤجل الحديث الى مسؤوليه كل من الطرفين الى ما بعد هذا الفاصل القصير مرحبا بكم مجددا في هذا البرنامج الذي سينتهي هذه الليله في العاشره والنصف او قبلها بقليل على اعتبار التغير الذي سيقع لبرامج الجزيره في الدوره البرامجيه الجديده الراغبين بالمشاركه معنا يمكنهم ان يتصلوا بنا على الارقام على الهاتف على الرقم 488888 73 وهو ما تجدونه على الشاشه الان الراغبين بالمشاركه عبر الفاكس بامكانهم ان يفعلوا ذلك على الرقم أربعة ثمانية 8 5 تسعة تسعة 9 اما الراغبين بالمشاركه عبر الانترنت فبامكانهم ان يفعلوا ذلك على الموقع الرئيسي للجزيرة نت على العنوان التالي www.aljazeera.net يعني بعض الأخوات إما يتفقنا معك أو أنك علمت بعض ما في الورق الأخت أم عبد الله أظن من الإمارات تسأل أنا مقتنع 100% بأن التعدد مباح وأنه وأن فيه مصلحة للعباد ما دام من عند الله عز وجل لكن لكنني لنفسي لا استطيع ان اتقبله بل احيانا اشمئز منه عندما افكر فيه ولا اتقبله الا كما اتقبل البلاء الواقع علي فهل علي ذنب ان فكرت بهذه الطريقه الاشمئزاز من التعدد. آه ثانيا اقول هل الامه بحاجه للتعدد اكثر من حاجتها للجهاد وحال الامه كما ترون وانا اقول هذا عن الرجال الذين ليس عندهم سبب واضح للتعدد فانا ارى بان معظم الرجال يفكرون بالتعدد اكثر مما يفكرون بالجهاد فقط لان التعدد يوافق شهوات نفوسهم اما الجهاد ففيه تعب ومشقه ثالثا وهذا له علاقه بتعليقك الاخير قبل الفاصل هل يجوز اذا اعتبرت بان زواج زوجي من ثانيه بلاء وقع علي هل يجوز أن أدعو الله أن يرفع عني هذا البلاء لأنني أخشى على نفسي الوقوع بالمعاصي إن أنا لم أصبر وأحتسب فهل هل ثمة ذنب وإثم إن فكرت المرأة بالإشمئزاز من التعدد؟ لا هو طبيعي يعني أي واحدة تحب أن تكون هي المتربعة وحدها على م. عرش الزوجية وأن يكون زوجها لها وحدها أي واحدة هذا أمر طبيعي م. ولكن المفروض أن المسلمة تتقبل شرع الله وتطالب زوجها بالعدل إذا, إذا تزوج انما المشكل ان كثير من النساء يعني قيل لاحدى النساء يعني زوجك تزوج مش, مش هذا افضل من ان يزني؟ قالت لهم لا انا افضل انه يزني ولا ولا يتزوج يعني فهذا لا يجوز من مسلمه انها تقبل الزنا من زوجها ولا تقبل ان ان يتزوج وبعضهم في في مثل آه سائد يقول تقول لك جنزته ولا جوزته يعني لان ربنا يخده احسن ما ما تاخدوا واحده ثاني ولا جواز فان المطلوب من المسلمه ان تتقبل كثير من النساء الذي اتصلنا في في التعليق على هذا المسلسل في القنوات الفضائيه قالت احنا اذا كان في واحد مثل الحاج متولي ده وبيعدل العدل دي احنا قابلين قابلات لهذا الامر فلا لكن العدل طبعا نادر و خصوصا يعني العدل في العواطف وهذه الاشياء انما العدل المطلوب هو العدل الظاهر العدل في الماكل والمشرب والكسوه والنفقه والمبيت آه هذا هو العدل المطلوب بين الرجل وبين زوجتيه او اكثر من زوجتين ايضا يعني هما المشكله ان المسلسل يعني بالغ في انه مش جعل الحج متولي يعني زوج سنتين ولكن جعل زوج اربعه يعني اربع نساء فوصل يعني الى اخر ال... العدد المطلوب. <متضح> <متضح> لا انا عايزك تعلق لي على هذا الفاكس، انا عندي بعض الاخوه على الهاتف بس اسمح لي اقرا هذا الفاكس، الفاكس طويل ولكن يعني كما ستجد يعني مؤثر وهذا له علاقه بجانب اخر لا يتم التطرق اليه وهو من تكون آه الثانيه. الاخت آه اخت مطلقه من الدوحه تقول استلقت من وقتي قليلا واخذت ابحث في اوراقي ودفاتري ألي اجد فيها خواطري القديمه او صوره عتيقه فوقعت عيني على صوره ملونه جميله فيها طفله بريئه لها وجه قمري وعينان سوداوان وثغر ارتسمت عليه ابتسامه مشرقه، تقاسيم جميله وصوره اجمل وشعر اسود غار منه النسيم فاخذ يلاعبه برقه كالزهر في البستان، بعد ذلك تقول فمن كان يدري ان هذه الطفله البريئه بهذه المواصفات الناعمه الرقيقه هذا التفوق العلمي الذي ان يقدر الله له أن تتزوج ثم أن أن يقدر لها أن تتزوج ثم تطلق وترزق بطفلة صغيرة بريئة كبراءة أمها الجميلة وتعيش صاحبة الصورة في واقع اجتماعي صعب وتحيا معادلة اجتماعية ناقصة غير موزونة تتحمل عبء التربية ومشاق التنشئة الاجتماعية تتمثل دور الأب وتؤدي دور الأم ببراعة منقطعة النظير ليس هذا فحسب بل تصبح مسؤولة عن والديها المسنين اللذين يتطلب كل منهما رعاية صحية حسب وضعه الصحي الذي آل إليه ولكن إلى متى ستعيش صاحبة هذه الصورة واقع اجتماعي ناقص وكم ستدفع من صحتها ومن شبابها ومن طاقتها لتحاول أن تزن هذه المعادلة الاجتماعية المتأرجح إنها صورتي وهناك نسخ كثيرة منها في مجتمعات إسلامية متباينة مطلقة ولديها طفل أو أطفال بلا عائل بلا زوج بلا أب تبرأ الإخوة وابتعد الأحباب وعجز الأجداد وكبر الأبناء وأصبحت وحيدة وأصبحت وحيدة قابعة في منزلي وحيدة في غرفتي لا أنيس سوى كتابة صفح أوراقه وتنتظر كما تقول في نهايه الرسالة كما وعدنا ربي ولكم فيها ازواج مطهره وهم في ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون وقبل ان اغلق دفاتر القديمه قلبت صورتي لاجد منقوشا عليها تاريخ ميلادي الذي اوشك ان يقارب ال 45 من عمري، يعني هذه ظاهره ان الزوجه الثانيه في الاغلب ليست مطلقة وليست أرملة رغم أنه المنطق الاجتماعي يفترض أن, أن تكون الأولوية لهن بس اسمح لي قبل أن أعطيك فرصة الإجابة أن نستمع إلى بعض الإخوة معي الأخ أسعد يوسف من أمريكا أخ أسعد تفضل السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام السلام أهلا بك بس الصوت صوت وصولنا شوية شغال الله خفف شوية السلام عليكم أولا الاستاذ ماهر والشيخ يوسف القرضاوي انا اولا سامع خالص يا اخي على حال انا يعني مبدئيا انا ضد هذه الفكره التعدديه لكن تعقيبي على الشيخ القرضاوي انه قال انه بعض الرجال لهم من الطاقه الجنسيه ما يستحقون او من لهم الحق ان يتزوج اكثر من امراه بسبب بعض الارتباطات الجنسية كيف بالنسبة للمرأة أليس لها الحق أن تكون لها نشاطات جنسية أيضا ويكون لها الحق أن تتزوج أكثر من الرجل نعم. وشكرا جزيلا وبارك الله مشكورة, سيدي, سيدي مع, الم... مع الأخت أم أم عبد العزيز من السعودية ألو تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة في الحقيقة شكل سؤالي سأل الأخ اللي قبلي الأخ أسعد أو سعد أنا كان لي تعليق لفضيلة الدكتور الشيخ القرضاوي بخصوص القصة اللي ذكرها عن الرجل اللي ما تجاوز الأربعين سنة وكان وعندما سئل عن العلاقات التي كانت لديه أجاب أن بأن عنده أكثر من ثلاثين علاقة طيب يعني هو طبعا مو مسلم يعني ما عنده شيء يعني يحده عن عن الحرام والزنا طب لو سئلت زوجته ايضا قد تكون هي ايضا لها علاقات غير شرعيه فالمساله ما اعتقد يعني انها بس مساله يعني رغبه او قوه جنسيه فقط انما اعتقد انه المساله اكثر من كذا فما ادري ايش تعليقك يا دكتور قطباوي عن هذا الشيء وشكرا لكم طيب حسن البنا من السعوديه ايوه معك يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف الحال اخ ماهر وكل عام وانت بخير فضيله الشيخ يوسف. أهلا, اهلا الله يا اخي. الله يبارك فيك وطبعا لا تحتاج الى ان تعلم اننا من المحبين جدا ليك. اهلا, أهلا تفضل بالسؤال الله يبارك فيك. والله كنت عايز سؤالي بس باختصار شديد. ان هل يليق او هل هذا هو الوقت الذي يجب ان نتكلم فيه على مسلسلات تلفزيونية والحج بن طالب والأمة الإسلامية تسبح من أقصاها إلى أقصاها بأكثر من موقع إسلامي خاصة أن الشيخ يوسف هو الذي علمنا أو تبنى فقه الأولويات كل عام وانتم بخير يا اخي يا انت بخير يا, يا <applause> انت بخير أخ حسن يعني اسمح لي قبل ان يجيب الشيخ انا انا احتج على على سؤالك لانه في اخر المطاف يا سيدي لا يمكن ان نعلق امه من مليار ونصف المليار لا يمكن ان تنحصر في في قضيه واحده لابد ان نعيش لابد ان ننجب حتى نفرز مجاهدين على اعتبار ان الجهاد لو افترضنا جدلا ان الجهاد هو القضيه والاولويه الكبرى كما ذكرت الاخ الاخت قبل قليل في, في, في نهايه المطاف لابد من مجاهدين جدد حتى لو أردنا أن نتبنى غير هذا المنطق وإن كان أنا أعتقد أنه منطق مرفوض لأنه حاجات هذه هي الأمة وهذا منهج الشيخ قبل أن يتحدث عن الأولويات هو منهج الوسطية بمعنى أن ندرك أن للحياة جوانب لا يقل بعضها أهمية عن البعض الآخر وكلما وازنا بينهما كلما كان أفعل أما أن تبذل الأمة كل جهدها في التركيز على هذه القضية أو تلك فأنا أعتقد أنه لن يؤدي وليس معقول أن نظل نكرر أنفسنا باستمرار يعني لابد ان نخرج عن هذا الامر ونحن يعني الهم الذي يحمله الاخ لا زال في صدورنا وسنظل نحمله ولكن لابد ان نتعرض الى قضايا الامه المختلفه. نعم. آه الاخ اسعد والاخت ام عبد العزيز آه اشاروا الى جانب واسمح لي انا واسمحوا لي هم ان اردفوا بجانب اخر. فضيلتكم تحدثت عن طاقه جنسيه زائده عند الرجل. الاخت والاخ يتحدثان عن ماذا لو وجدت طاقه جنسيه زائده عند المراه هذا من جانب من جانب اخر ذكرتم ايضا في في معرض الحديث الاول انه احد المبررات رغبه الزوج بالانجاب والزوجه لا تنجب هذا المنطق ينطبق على المراه ايضا يعني قد تنجب هي ولا ينجب هو فماذا تفعل في هي في في هذه الحاله؟ اولا انا احب ان اقول انه اثبتت الاحصاءات والبحوث العلمية أن الرجل أشد شهوة وأقوى غريزة من المرأة هذا هذه حقيقة يعني يعني الناس يمكن بعض الناس يقول لك ده المرأة أكثر شهوة ما. لا هذا ليس ليس حقيقة لأنه الرجل يثيره الخيال المرأة واقعية الرجل تثيره أي امرأة والمرأة لا يثيرها أي رجل وحتى في اناث الحيوانات نجد الانثى الحيوانات اقل يعني احتياجا الى الجانب الجنسي من الذكور حتى انه مثلا البقره او الجاموسه او النعجه او هذه الاشياء يعني لا تشتهي الفحل او الكبش او الثور الا عندما تريد ان تحمل وبعد ذلك تنتهي شهوتها بينما الفحل مستعد او الكبش فهذه يعني الفطرة فطرة فلا لا يوجد يعني المرأة عندها مثل مثل هذا وبعدين الرجل هو ما عندوش فترة حيض زي المرأة، المرأة ممكن تحيض ومحرم أن يتصل بها الرجل في اثناء الحيض كما قال القرآن قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالمرأة يعني بعض النساء تبقى عندها الفترة عشرة أيام الرجل ليس عنده يعني مثل هذا هناك طبعا بعض الناس يعني في سؤال يعني أكثر من هذا بعضهم يقول لماذا لا نسمح للمرأة بتعدد الأزواج مم. كما سمحنا للنساء بتعدد الزوجات مم. يعني وهذا قاله العلمانيون وقاله اللادينيون أن اسمحوا للمرأة كما سمحتم للرجل ولكن إذا كان الرجل نقول له لابد ان تعدل بين النساء وان خفت ان تعدل فواحده كيف تعدل المراه بين الازواج؟ كيف تعدل يعني تقسم بينهم ازاي؟ ولو واحد مثلا عايز هو يعني هم عايزين ينجبوا الاربعه مين اللي ينجب الاول؟ يعني 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 عمليه صعبه جدا، اولا كان زمان غير ممكن هذا لان زمان لان المراه تحمل طب هنعرف حملت من زيد ولا من عمرو ولا من بكر ما, نعرفش الان بيقول لك لا ممكن نعرف بواسطه المخابير والاشياء دي حتى لو فرض ان 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 عالمنا كيف تستطيع تقول انت لا انت الاول والثاني بعد سنتين والثاني بعد بعد ثمان سنين يعني هل هذا يعني يكون عدلا؟ للمرأة لا تستطيع ان تعدل بين الازواج ولكن الرجل يستطيع ان يعدل بين النساء إذا كان عنده الإيمان والضمير والخلق القوي طب الأخ طالب أظن من من لا أدري من من أي البلاد لم يقل إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله سبحانه وتعالى قام بخلق ذكر واحد وأنثى واحدة لا غيرها في الوقت الذي كان العالم فارغا من البشر وأن الله كان بإمكانه خلق إناث أخر لآدم للإسراع في عملية التكاثر حيث أنه بحاجة لبشر يعني بحاجة كلمة غير في غير لبشر يعبدونه إلا أنه لم يفعل ذلك وهذه هي أكبر إشارة صريحة لنا أن للرجل امرأة واحدة فقط ولا غيرها وإن كان لله إرادة في نقض هذا المبدأ فلماذا لم يبلغ موسى والمسيح من بعده بذلك علما أن الله سبحانه وتعالى واحد وتعاليمه لعباده واحدة في جميع الأزمان أولا الأخ يعني مخطئ في نظرته هذه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق آدم و وحواء وجعل منه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وللحاده البشرية أجاز لأولاد آدم أن يتزوج الأخ أخته يعني فهذه كانت ضرورة لتكثير النوع البشري سيدنا إبراهيم كان عنده زوجة سارة وهاجر وسيدنا يعقوب كان عنده امرأتان يعني معروف هذا وكما ذكرت إنه في العهد القديم إن داود عنده ثلاثمائة امرأة وسليمان عنده سبعمائة امرأة فالأخ يقول لماذا لم يحي الله لا هذا موجود في الكتاب المقدس وفي العهد القديم وكل الأمم كان عندها التعدد من غير من غير شك وكان المسيحيون يعددون في الزمن الاول ولكن في الزمن الاخير تشددوا في مساله التعدد ولم يرد هناك منع صريح في الكتاب المقدس من التعدد طب نسمع من الاخ اسامه دندشي من سوريا اخ اسامه تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مرحبا استاذ السلام عليكم فضيلة الشيخ. مرحبا يا اخي السلام الله. الحلقة السابقة كنت طرحت سؤال الشيخ ما جاوبني عليه لكن هلا راح اتمم وهو انه المقصود بال بالاسلام من ناحية الغرب هو كقدرة فاعله او كمؤسس تاريخي او كفاعل تاريخي لتكتل حضاري وعسكري او وهو موضوع العداء الغربي للامه العربيه والاسلاميه. هلا بدي اسال انه حان وقت تغيير الخطاب الاسلامي من يعني من توجيهه للعالم الاسلامي وتوجيهه الى العالم الغربي. يعني انا قد افهم الجهاد انه هو بالخطاب الاسلامي الرسمي انه مطالبه المسلمين بمقاتله الكفار العام الغربي لا يفهم هذه المقوله يفهم انه العالم الجهاد هو دعوه للاستنفار لزود عن حياض المسلمين مثل ما دعا بوش مثلا لا, لا اخو سما اسمح لي بس احنا لا لا بدي ادخل في صلب الموضوع بس ايوه ايوه فالمراه آه الغربية اه تح يعني تحررت من كونها موضوعا للرغبة يعني أنا اللي بريد أنه نتوجه بالخطاب كما يفهم الغرب وليس كما نريده نحن لأنفسنا تحررت من كونها موضوعا للرغبة فزينتا فكشف عن عوراتا ف... يعني بالحب هذا ليس تحرر بينما الإسلام بالنسبة للمرأة اه ضبط هذه الشهوانية بالعقل ف لم يت يعني لا يعني لم يت معلش يعني أه أه فانا دي دي اتمنى انه التوجيه الخطاب الاسلامي مو للمسلمين لانه ليس هناك خطر على المسلمين من الاسلام، الخطر ياتي من الاخرين. فا اخ مشكور ونقطه يعني جديره بالانتباه معي الاخ شعبان دهشان من فلسطين، اخ شعبان تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. آه عن آه آه نحن كنا نعتبر الشيخ القرضاوي قدوه لنا وللمسلمين في جميع انحاء العالم ولا نزال ولكن نحو ما قيل عن مسلسل الحاج متولي فان فان ولو انه يمثل عادة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه متعد حدود الأخلاق والقيم الإسلامية كيف يا سيادة الشيخ يا سيادة الشيخ تحيي الممثل نور الشريف و و وما أدراك ما نور الشريف أخ, أخ شعبان النقطة واضحة وإن شاء الله تسمع من الشيخ تعليق عليها معي الأخ عصام غنام من بريطانيا أخ عصام تفضل السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا اخي هذه مشكله احنا كثير واجهناها في بريطانيا وقبل قدومي لبريطانيا سالت علماء كثيرين. فتعدد الزوجات هو بالاصل عقد الزواج هو عقد وإيش؟ وممكن ان الزوجه ان تشترط على الزوج اذا تزوج عليها ان يطلقها. فممكن تكتب هذا الشرط في عقد الزواج. من ناحيه ثانيه ابن حنبل ذكر في كتب الفقه ان لا لا يشترط ان تشترط قبل الزواج وممكن اذا تزوج عليها ان تفرض عليه ان يطلقها او ياخذ اذنها قبل الزواج اذا اراد ان لا يطلقها لا يقع بهذه المشكله فاحنا بنعلم الزو... الانجليزيات اللي بيسلموا انه ممكن يشترطوا على الزوج ان لا يتزوج عليهم واذا تزوج ان يطلقهم ولكن ممكن كمان انه بابن بي... بي... حنبل بن حنبل ان تشترط الزوجه حتى ليس قبل الزواج ولكن بعد الزواج اذا تزوج عليها فيجب عليه ان يطلقها طيب اخ عصام اخ عصام مشكور تفضل مشكور مشكور, مشكور مشكور جدا اخ عصام آه عندي فاصل مضطر للذهاب آه اليه ثم آه نعود وبعدها تستمعون الى تعليقات الشيخ على ما تفضلتم به من اسئله اذا لحظات ونعود اليكم لمواصله هذا الحوار فبقوا سلام عليكم مرة أخرى آه نعود بعد هذا الفاصل للإجابة على بعض آه الأسئلة التي وردت بالفاكس والأسئلة التي وردت آه بالهاتف سيدي آه الأخ شعبان ذكرني بفاكس آخر حاولت العثور عليه ولم آه ولم أصل يعني كنت قررت أن لا أشير إليه لكن كون الأخ شعبان سأل على الهواء ويستغرب مثل الفاكس ايضا يستغرب ان تثني على المسلسل وعلى الفنان نور الشريف تحديدا نظرا لبعض المشاهد التي اعتبرها البعض مخله بالاخلاقيات الاسلاميه وفي الفاكس كان مذكور تحديدا انها لم تكن تليق بليالي رمضان يفترض ان جزء كبير منها يعني احب ان اقول نحن نمدح المسلسل في الجمله لا في التفاصيل. تفاصيل قد فيها اشياء انما انا بتكلم يعني بمدح هذا التوجه. هذا توجه جديد ومهم جدا وينبغي ان نشجعه وان نحييه، الاخوه الذين ينظرون الى هذه الاشياء لا, يهو لا لا يعرفون ان هذا شيء خطير جدا. ال الاعلام كان معادي لهذا التوجه ال الاصيل في الامه فكن يعني نجد مثل هذا يعني لابد ان نرحب به ونحيه والناس اللي بيقولوا نور الشريف ده له افلام سابقه وله مش عارف ايه ولكن هو في ايامه الاخيره رجل متجه الى الافلام الجدة حتى يعني قابلني مره في ابو ظبي في ايام الانتفاضه وقال لي انا اريد ان اتوجه الى المسلسلات الاسلاميه حتى يعني قال لي عندك شخصية ترشحها لي مم. فرشحت له شخصية نور الدين محمود الشهيد اللي هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي وهو أبوه عماد الدين زنكي أول من بدأ الجهاد ضد الصليبيين فالرجل عنده توجه جيد يجب أن نشجعه على هذا أما الواحد واحد يقول لي ده عمل فيلم مش عارف إيه وعمل شيء إيه. آه هذا يعني لعله توجه من جديد منه نسأل الله أن يوفقه وأن يجعل يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه آه طبعا بعض الإخوة آخرهم الأخت آه أم إبراهيم من, من الإمارات آه تقول أن الفنان نور الشريف هذا يعني كان جزء من الجدل الذي دار أثناء عرض البرنامج آه اضطر لأسباب سياسية صرفة يعني كان في ضغوط لل تغيير من السيناريو في الحلقات الاخيره لتدارك والله قرات آه هذا في بعض الصحف ان ضغط عليه ليغير م. ولذلك هو في اخر حلقه يعني اوصى ابنه انه يعني زود وحده وقال له يعني يا بابا هل يعني انت ندمان قال له أنا ندمان مع انه في المسلسل لا يظهر عليه اي ندم وكان مبسوط جدا وما سرور والثلاث زوجات كانوا وفيات معه والزوجه اللي شاف أنها هي والاء طمعانين فيه انتهت بالطلاق فلا يبدو عليه اي ندم فهي النتيجه يعني الحقيقه النهائيه فيها نوع من الافتعال مما يدل على ان هناك تدخلا ما ما انا بقول لك ان فيه يعني توجه ضد هذا العمل فحبوا في الاخر يفسدوه بمثل هذا ولكن المسلسل كله يعني يؤيد ما شرعه الله في هذه الناحيه انه ما دام العدل قائما والقدره قائمه فلا حرج على الانسان ان يتزوج باخرى. آه كلام الاخ اسامه آه دندشي على اعاده آه صياغه الخطاب الاسلامي في توجيهه للعالم يعني خلال حوارنا هذا موجه في المقام الاول لعالم اسلامي يفترض نفس المسلمات التي نفترضها في حال اعاده صياغه العالم الغربي هل يمكن الاستفاده مما قاله الاخ اسامه يعني بذكر زيف ما سماه هو زيف شعور المراه الغربيه بانها تحررت من ان تكون موضوعا للرغبه وللرغبه فقط نحن يعني لا شك انه مطلوب منا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم ونخاطبهم بألسنتهم كما ذكر القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وأنا بفسر ليبين لهم مش بس يعني خاطب الإنجليز بالإنجليزية والفرنسيين بالفرنسيه والصينيين بالصينيه ولكن يخاطب العقل الغربي بلسان العقل الغربي والعقل الشرقي بلسان العقل الشرقي والخواص بلسان الخواص والعوام بلسان العوام والناس في القرن الحادي والعشرين بلسان القرن الحادي والعشرين فلا بد ولكن ليس معنى هذا اننا نغير شرع الله عشان نرضيهم او ننكر الاشياء المباحه عندنا ونحرمها من اجلهم او نسقط الفرائض لانهم يستكثرونها لا لا انا عندي مسلمات لابد ان احترمها ما اقولش الربا حلال عشان هم بيحللوا الربا او اسقط الجهاد لانهم ما بيحبوش الجهاد او ابيح الخمر لان الخمر معشوقه عندهم لا هذا ليس مطلوبا ان نخاطبهم بلسانهم ولكن مع احترامنا للثوابت عندنا نعرضها عليهم العرض اللائق والمناسب ونبين الحكمة فيها بحيث نعرفهم أن الإسلام لا يبيح إلا طيبا ولا يحرم إلا خبيثا وضارا طيب معي الأخ أحمد الصالح من السويد أخ أحمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة أخي صراحة بدي أسأل حول موضوع ذكرته أخ مهر هو التعبير ليس هجوم على شخصك وانما مجرد ان التعبير ذهب في سياق الكلام مه. انه كيف نجبر او كيف نقنع المراه بالتعدد بعد ان ذاقت حريتها مه. يعني وكأن المجتمع يظن ان الحريه لم تكن انما كان الاسلام هو السائد في حياتنا ومجتمعاتنا مه. فنحن نريد تعليقنا جزاكم الله خيرا طيب مشكور. <applause> مشكورة سيدي الاخ علي القحطاني من الامارات عليكم. رحمة رحمة السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه أه الحقيقه اولا قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أه ثانيا انه تعدد الزوجات كما شرح الشيخ بارك الله فيه يعني لنقول ليكن لهذا العصر فان هذا العصر هو عصر تعدد الزوجات وكما تعلمون أه احصائيه العام الماضي في النساء في الوطن العربي وخاصه في المجتمع الخليجي فقد بلغت مبلغا خطيرا يقول العلماء ان الله عز وجل قد اباح التعدد قد يكون لهذا العصر فكما تعلمون انه بلغ يعني مجمع بلغ النساء في بعض دول المجلس خاصه في بعض دول المجلس التعاون الى 12 مقابل واحد 12 فتاه مقابل واحد فاذا كان الرجل يقول انا اخذ واحده والمراه ترفض ان لا ياخذ زوجها الا واحده فمن لهؤلاء النساء الاخريات؟ من اين تاتي لها بالزوج؟ أخ علي ملي. مشكور جدا معايا المكالمة الأخيرة الأخ محمد الشامي من سوريا والذي أرجو أن يكون مختصرا عفوا اخ محمد من السويد تفضل. مرحبا اهلا بك. مرحبا. مرحبا والسلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. نقطة واحدة أحب أن أوضحها للسيد الشيخ إذا سمح. نقول كلنا أولاد زنا حسب ما ذكر الشيخ بأن أبناء آدم تزوجوا أخواتهم والبنات تزوجوا أخوانهم وهذا خطأ فاضح لأن آدم أبو البشرية عليه السلام ورب العالمين الذي جعله هو الانسان الاول المتعلم العالم لقومه لا يخطأ هذا الخطا اي خطا اي خطا يا سيدي الخطا الذي وقع فيه بان الرجال تزوجوا النساء من الاخوات والاخوات تزوج اخواتهم طيب كيف كيف تزوج ابن ادم بس يعني نورنا شويه ادم تزوجوا من العالم الاخر كانت الدنيا الثانيه والدنيا التي نحن فيها في اتصال تام لا فرق بينهم وان الله سبحانه وتعالى انزل نساء للرجال وانزل ذكورا للنساء وتم التزاوج فيما بينه طيب. أسمح, اسمح, لي يعني. اسمح لي اسمح لي يا اخ محمد احنا حاصرين مصادرنا في هالبرنامج وفي الشريعه فيما ورد في كتاب الله وسنه رسوله الطروحات الغرائبيه الاخرى يعني قد يكون لها متسع ولكن اعتقد في غير هذا البرنامج اذا سمح لي فضيله الشيخ هناك عوالم اخرى قد تكون موجوده الى ان نتحقق من الاتصال بها سنعرف فيعني اعذرني اخ محمد على المقاطعه الحقيقه الاخ القحطاني اثار نقطه كثير مهمه وكان احد النقاط التي كان لابد من طرحها وهناك هناك مشكله عنوسه يعني من الغريب ان يطرح موضوع مشكله عنوسه حقيقيه في المجتمعات العربيه وهذا يجعل امر استنكار التعدد اكثر غرابه مما هو عليه ثم هناك سؤال من الاخت او من الاخ طبيب من تونس يقول يعني يريد ان 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 يعرف اذا كانت هناك علاقه وطيده بين من تعدد الزوجات واستفحال ظاهره الزنا وبالتالي تقنين ظاهره التبني وتقنين عمليه الاجهاض. هل هناك علاقات بين الزنا والاجهاض من ناحيه واحده واحده يعني خلينا في مساله العنوسه، هل تقر مع الاحصائيات التي ذكرها الاخ وانا اطلعت على احصائيات غيرها ان هناك ظاهره عنوسه في اوساط النساء. هذا موجود حقيقه وله اسباب عديده بعض البلاد اسبابها اقتصاديه يعني انا اعرف ان كثيرا من الشباب يعني في مصر لا يستطيعون ان يتزوجوا لانهم حين يبداون يعني اول درجات السلم الوظيفي تكون رواتبهم ضعيفه جدا. ويحتاجون إلى ما يسمى شقة الزوجية البيت الزوجية وتوفير هذا البيت ليس بالأمر السهل فهذا يجعلهم ينتظرون كان زمان الناس بتتزوج في الثامنة عشرة في العشرين في الكذا الآن يأتي عليه ثلاثون سنة ولم يتزوج وأحيانا أربعين ولم يتزوج فأنا قلت أن عدد الصالحات للزواج أكثر دائما من عدد القادرين على الزواج فهذا يجعل انه سيظل هناك عدد كبير من النساء فائض عن عدد الرجال في في بلاد الخليج العنوسه ظاهره واحيانا لا اجد لها سببا حقيقه يعني انا كنت ادرس للطالبات في جامعه قطر وعندي ثلاثين طالبه او اكثر ادرس لهن ولا اجد فيهن الا اثنتين او ثلاثه متزوجات واثنين او ثلاثه مخطوبات والباقي يعني لا خطوبه ولا زواج مع انهن لا ينقصهن الثقافه ولا النسب ولا المال ولا الجمال ولا الدين وبعضهن من ابناء عائلات ومع هذا للاسف هذا يحدث فهذا يجعل الامر التعدد مقبولا هذا من فاتتها الفرصه وفاتها القطار والمطلقه والارمله ها التعدد هو الذي يحل ما الذي جعل الصحابة لا يكاد يوجد صحابي ممن نعرفه إلا وتزوج اثنتين أو ثلاثة أو ثلاثا أو أربعا لا يكاد يوجد أحد من الصحابة لماذا لأن المجتمع كان مجتمعا مجتمع جهاد ويقدم الشهداء يوما بعد يوم 27 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وحضرها بنفسه وبضع وخمسون سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء الشهداء يتركون وراءهم أرامل ويتامى، فالمسلم يتزوج المرأة ليسترها ويرعى أولادها، يعتبر أولاد أخوه الشهيد كأنهم أولاده، فمن أجل هذا انتشر تعدد الزوجات في حياة الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يعني اللح. كلام الأخ عن العنوسة كلام صحيح. الأخ مشعل يعني يحذر على الإنترنت يقول لابد من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعدد الزوجات حل بكل تاكيد لكن اخاف ان يظهر لنا الرئيس الامريكي ليقول ان تعدد الزوجات ارهاب والسلام ختام <applause> الاخ لا يذكر اسمه يقول اشكو اليكم زوجتي بمراره فلدي القدره على الزواج والثقه في العدل ولكن زوجتي تعارض بشده وتهددني بالانفصال فهل لها الحق في ذلك وارجو كلمه لها وهي تسمعكم الان. هل من الله إذا كان الأخ في حاجة إلى الزواج يعني يتزود يعني أنا أحب أن أقول الأصل الأصل في الزواج أن يكتفي الإنسان بامرأة واحدة إذا كانت تكفيه وتعفه وتنجب له وكذا إلا إذا يعني حدث شيء يعني علاقة عاطفية بينه وبين زميلته في العمل أو في كذا فبدل ما يرتكب الحرام لا يعني يا الله شرع الزواج الحلال فالنبي عليه الصلاه والسلام بقي معظم حياته مكتفيا بامراه واحده يعني ظل 25 سنه مع خديجه التي كانت تكبره سنا وكانت سيبا وكانت ذات اولاد من غيره ومع هذا عاش معها اسعد ما ثم بعد ذلك عدد الازواج الى حاجات معينه من حاجات الدعوه فالاخ اذا كان محتاجا الى الزواج يتزوج وعلى امرأته ان ترضى بحكم الله وبشرع الله ولا ترفض الشرع والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم لا يرفض المسلم ولا المسلمة شرع الله وحكم الله لكن في في جانب انساني صرف يعني بعد هذه العلاقه التي تقوم وهذه الحميميه وهذه الصداقه الاخ حسام زكريا ابو لا يذكر من انه يقول ربت او هل من العدل ان تكون الزوجه يبدو ان اخت ولكن خطا في الاسم تقول ربت منزل، هل من العدل ان تكون الزوجه مخلصه لزوجها وتراعي الله فيه وانجبت له اولاده ثم يتزوج باخرى لمجرد ان الشرع يسمح له يعني هذه الحميمية أولا أحب كان في أحد الأخ بيقول اللي اتصل بيقول أن الزواج أمر من, من تعدد الزوجات أمر من الله لا تعدد الزوجات ليس فرضا ولا واجبا ولا هو ركن من أركان الدين ولكنه رخصة ومباح إذا فعل الإنسان المباح لا يلام لا حرج على من فعل أمرا أباحه الله له لماذا نشدد في ما أباح الله للناس هذه رخصة يجوز للإنسان أن أن يفعلها، فلا ينبغي للمرأة أن ترفض ما أحلّ الله عز وجل، ما دام حلال في شرع الله ينبغي أن تقبله، وهو الأخ يراعي زوجته يحاول أن يرضيها وأن يتودد لها ولا ينسى الأولى بمجرد زواجه الثانية، الخطر أن كثير من الأزواج عندما يتزوج امرأة جديدة يجور على امراته القديمه كما قال القران فتذروها كالمعلقه فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقه كثير من النساء الاوليات تبقين معلقات معنى معلقه يعني لا هي مزوجه ولا هي مطلقه لا تاخذ حقوق الزوجيه ولا هي حره طليقه طلقت فهذا ما يقع فيه الكثيرون للاسف السؤال الاخ عصام غنام وبعض الاسئله على الانترنت بنفس الفحوة عن حق الزوجه في اشتراط الطلاق في حال وقوع التعدد. هي من حقها ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها، بعض العلماء يعني يقر هذا الشرط انها اذا اشترطت عليه الا يتزوج عليها فيجب عليه ان يوفي لها بشرطه. واختلفوا هل اذا اشترى اذا تزوج هل تشترط أن يطلقها؟ البعض قال لا لان الطلاق ابغض الحلال الى الله ولا يجوز لها ان تشترط عليه الطلاق وتفرق بينه وبين زوجه وهذا التفريق بين المرء وزوجه من المحرمات بل من عمل السحره الكفره والبعض يقول يصح لها ان تشترط عليه من اول الامر والمسلمون عند شروطه. الاخ محمد عبد الله الدسوقي طالب من مصر يقول اعتبر تعدد الزوجات معجزه من معجزات التشريع الاسلامي وبخاصه عند مقارنه ما يمارسه الغربيون من تعدد زوجات منكر باكثر الاوصاف تادبا لما يفعلونه بالفعل. الاخ صالح علي صالح ولا يذكر من اين يسال ما حكمه الاسلام في التعدد وحصره باربعه فقط وليس اكثر. إحنا ذكرنا الحكمه ان قد يكون لحاجه الرجل وقد يكون ل... لماذا اربعه لماذا ليس خمسه ولا سته ولا لا, سنة؟ يعني لا يعني لا يكفي هذا الـ 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 يعني هو احب ان يحصر في اقصى عدد ممكن هو الـ الـ الاربع وقلت انه قيده بقيد و و و وشرطه بشرط فالقيد هو الاربع بعد ما كان مفتوح العدد والشرط هو العدل ان خفتم ان تعدلوا فواحده فادخل هذه القيود والضوابط على التعدد الذي كان مفتوحا على مصراعيه في الامم السابقه لا. الاخ عمر احمد عمر يقول تعدد الزوجات حلال ولا ارى ان تؤخذ له كل تلك الاهتمامات فقد احله الله ولا توجد مشكله الاخ جهيمان العتيبي يقول ما هو القول الراجح أشار الى اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم ما هو القول الراجح الذي يراه الشيخ في عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها هو لانه هو يعني لسبب معين وقال لا والله لا تجتمعوا بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد لانه يعني بنت ابي جهل وبعدين الرسول علي ابن ابي طالب يعتبر بالنسبه له عضو من اعضاء اسرته فالرسول عامل هذا باعتباره هو عميد الاسره يعني وهو الذي رباه والذي كذا وله عليه داله وربما كان مشترطا عليه في اول الامر لا يتزوج عليها او معروف هذا عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا طيب سؤال الأخير عندي أقل من نصف دقيقة الأخ كريم من تركمانستان يقول على الانترنت بعض الآراء الفقهية تبيح التعدد لتسع نساء من زاد على الأربعة هل يعتبر زاني نعم الأخ كريم يقول بعض الآراء الفقهية تبيح بتسع نساء من زاد على الاربعه هل هو زاد ولكن ال الذي انعقد عليه الاجماع الامه واستمرت عليه عملا نظرا وتطبيقا هو ال ال الاربعه مسنه وثلاثه سيدي وربعه سيدي شكرا لك الى ان نلقاكم في الاسبوع القادم تحيه مني والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته